تتميز القرى المحيطة بمحافظة حمص بطبيعتها الغنية بالأشجار المعمرة، والتي كانت وجهة للمسافرين والسياح منذ عقود. ولعل شجرة الدلم المعمرة في بلدة حديدة بريف حمص الغربي هي أحد هذه المعمرات، إذ تجاوز عمرها 300 عام بحسب روايات السكان المحليين في البلدة، وبغية تسليط الضوء على أهميتها والحفاظ عليها أقامت مؤسسة التطوير للبيئة بالتعاون مع الغرفة الفتية الدولية بحمص والفعاليات الأهلية والاجتماعية بالمنطقة حملة نظافة حول هذه الشجرة المعمرة، وذلك إحياء ليوم الشجرة العالمي. ونحن بسوريا عندنا شجرة الدلبة، شجرة عريقة جدا وأصلية، فهي شجرة بلدنا مثل الصفصاف مثل الحور. دورنا على شجرة معمرة ضمن محافظة حمص، لقينا بحديدة هاي الشجرة اللي يحكى انه 300 سنة ويمكن اكثر. حاولنا نتكاتف نشتغل كلياتنا مع بعض لحتى هيك نبارك لها الشجرة وهي تباركنا بعطائها. نسلط الضوء على الشجرة المعمرة اللي موجودة، وكثير مننا وانا واحد منا ما كنت بعرف بهي الشجرة، اليوم انا عرفت فيها وراح انشر كمان هاي المعرفة عن هاي الشجرة واحكي عنها، وان شاء الله بدها تصير مزار هي والخان لكل الأشخاص اللي حابين يجوا يزوروها. الحملة تضمنت أعمال قص الأعشاب الضارة وإزالتها وترحيلها، كما تم زيارة الخان الأثري المجاور للشجرة، وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبا من قبل أهالي البلدة الذين أكدوا على ضرورة تكثيف الجهود للاهتمام بالشجرة المعمرة وترميم الخان الأثري واستثمارهما سياحيا، كونهم يعدان مقصدا طبيعيا وأثريا في المنطقة. كل الشكر لمؤسسة التطوير للبيئة لاهتمامهم هون عندنا ببلدة حديدة، وعملوا إقامة الاحتفالية الصغيرة عند الشجرة. هذا الخان كمان قديم كتير، يقال انه عدور سفر برلك. اتمنى كثير كابنه بلده حديدي يكون في لفت انتباه من قبل مديريه السياحه والاثار بمحافظه حمص تبعت وفد لعنا، لكن نحن بحاجه لحدا يقدر فعلا عمر البناء الحجري حتى نحن نهتم فيه اكثر وندير بالنا عليه ونحافظ عليه، فهالحمله اليوم كانت كثير حلوه. تعتبر هذه المبادره الاولى من نوعها للمنطقه، والتي تسهم بضروره التعريف بالمعالم الاثريه والحفاظ عليها، سيما ان اعمال التنظيف أسهمت بإعادة الرونق الجمالي لشجرة الدلب المعمرة في البلدة. من أمام شجرة الدلب المعمرة في بلدة حديدة بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.